جاس هوز باك يا بيبي. توحشتونا الكسار ولا ما توحشتونا الكسار؟ شو يا كبير؟ شو رايك يا كبير؟ تفال وليد بازتا وتسلك. ويا اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد مع الكسار. لا تنسى زر الجرس اللايك كومنت الاشتراك اند ليتس جو يا بيبي. يا كبير يا معلم، رجعنا لكم من قلب الاستديو مثل ما شفتوا بالفلوج، واللي ما حضر الفلوج لسه يروح يحضر الفلوج لانه قلت كتير كلام بهمكم ولازم تعرفوا، ضروري تعرفوا. صراحه توحشتوا الرياكشن ولا ما توحشتوا الرياكشن؟ شو الوضع؟ نعمل رياكشن ولا ما نعمل رياكشن؟ لا بنعمل رياكشن. العالم كله عم تقول لي وين رياكشن وين رياكشن، بدنا رياكشن يا كبير. فايف بير زبطنا لكم الوضع وعملنا شيء بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينري قبل ما نسافر على تونس. طالما انا بفاكونس فاكيشن عم نصور لكم ستوريات، عم صوركم فيديوز كتير لحتى لبعدين ننزلكم، فممكن تعملوا لي فولو على انستغرام بعد عمرك. خلينا نوصل ل 10,000، عرفت علي كيف؟ كالعاده فكوس مشارك معنا بالفيديو. تنفوت بصلب الموضوع يا كبير، انا قبل ما اوقف الرياكشن كنت عامل سلسله للنيو سكول. انا بنقي الرابر وانت بتنقي التراك اللي بتحبها. لا هيدا الرابر باهي باهي يا كبير. المهم كان التصويت بوقتها اكثر شيء كيت مع البحر افير وافي، ما هيك اسمه يا كبير؟ بلا هيك اسمه. صراحه ما سمعته، صراحه ما بعرف عنها شيء، بس هي من نيو سكول، خلينا نجعلها حريقة يا كبير. حكيت أنا مصطلحات صراحة نتناقش، يا مشيت حكيت مع الراحة كبتات وما جاتش، حكيت مع نوامر ايه، حكيت مع الحروف الكل وما فاتش، يا في يا حكيت مع البحر وقتلوا اللي موجو مجرم، حكيت مع البحر يا موجي غرق في البشر وما يرويش لي يشرب، جيت شوف مش منه لي تجبر، مش منه حكيت مع البحر وقتلوا اللي موجو مجرم، حكيت مع البحر. لحظة يا كبير، ليش هيك؟ ليش هيك يا كبير؟ انت بتعرفوني انا بكره الاوتو تيون. بالاول بلش نايس يعني، صراحة انا حبيتها بالاول. الليركس مبين عنه نتقال، مبين عم بيحكي شيء فخم، موضوع فخم، بس الفكرة ليش الاوتو تيون هيك يا كبير؟ ليش؟ هلا عادي هذا رأيي الشخصي يعني، ممكن كتير ناس تشوفها انها حلوة، هو جمهور كبير هذا الانسان، ففي كتير ناس شايفتها انها حلوة، بس انا صراحة ما بحب هيدا. بتطلع مثل الروبوت لما ما بعرف كيف، عرفت؟ رأيي يا كبير. هلا هي حلوة، الانترو حلوة، بس بعدين ما بعرف شو صار. موجي غرق في البشر وما يرويش لي يشرب، جيت تشوف مش منه لي تجبر، تدخل في الاختر وتخرج منه هيبر، تدخل بين الحم وثفر، بين الكره والمحبه حرب زو، شكوب الشيولة شكوب الشيولة، حكيت مع البحر وقتلوا اللي موجو مجرم، موجي غرق في البشر وما يرويش لي يشرب، جي تشوف مش منو لي تجبر، مش منو تدخل في الاختر وتخرج منو هيبر، تدخل فينا الحم وتفر. طيب طيب اوكي، لهلا بعد ما قال شي جديد الليركس هي زيتها، ما بعرف اذا هذا كورس ولا لا صراحة. حكيت مع البحر، موجي غرق البشر، البحر غدار، يا بحر يا غدار اشفك على حالي، عرفت علي كيف؟ يعني بس انه ما بعرف ما بعرف، تكون صريح عجبني الليركس بس كاوتو تيون والقصص هيدي انا مش عاجبني، تو بي اونست يعني، عرفت علي كيف اكبر؟ ما تكرهني انا بحبكم، بحبكم برشا والله، بس انه هذا رايي الشخصي، انت شو رايك؟ اذا مزبوط رايي اكتب تحت بالكومنت، اذا مش مزبوط هذا اي لاف يو يعني. بين الكرة والمحبة حرب زعما شكون باش يغلب، حكيت مع الباب جاوبني صوت البلاج، نحكي ونحتاج نستوي العواج، نستنى في الفرج بالدقيقة والدرج، جاي حتى لي شناوة خماج ما سمعوش مش خطرهم ترش، خاطر كل واحد لا يفخمجو، نحكي مع الغوش نزيد نشانجو، كتاب اوراق وتكامجو، حكيت مع الباب تفهمش نحب. ايه ما من الاول بلش هيك يا كبير، يعني انا مثلا لو مبلش تراك بهيدي الطريقة من اولتها بلا الكورس كان لفت لي يعني سمعي اكتر، لانه في عندك ناس خلص بتسمع اول 5-6-7 ثواني عرفت علي كيف؟ وبعدين بطل تسمع التراك انه ما عجبتها، هيك الحكم السريع اللي عندنا. فلو نبلش فيها باول تراك هيك بهالطريقه
هيدا الفلو هيدا بهيدي السرعه كان طلع شيء بومباستيك فانتاستيك اكسترا اورديناري، بس هيدا المقطع كتير عجبني انا، حتى الليركس كتير حلو. دراج هو العشر دقايق يا شباب، اللي ما بيعرف شو هي الدراج اللي عم بحكيكم غير التوانسي عم بيحضروني وغير دول المغرب لانه بيعرفوا شو هي، كلبنانيه عم بفسركم شو معنى هذه الكلمه. باقي الكلمات اتس ايزي سكويزي اكبر بنقول حليت المشكل كلقيت الحلول. حكيت مع الناس يا اخي صار صوت فيهم، حكيت مع راحت صار تفاهم، حكيت مع اربع فصول، حكيت برانسيب ما فهمش ما امصت من اللي قد صوت فيها الحقيقه حتى ترى حكيت مع الناس اللي سكتوا فيها. حكيت وفعلت مش كما اللي تعلت كما اللي قلبه مات، اللي تبسو راسهم رضخوا عكس اللي قالوا لا نقاوم ما زلتوا على القانون انقمت. ملا شيء بدينا طريق شدينا قشتنا اللي قلد نقلل وندلل من قتل من قلت لحيالي اللي بادر في البدايه سبين سبين استانسوا بلحن يحمم القلب يحرر الطاقه يحقق الحلم يبري الاعاق ربي يعطي صبر الملا اللي صاب هز الواد العزوزه وما قالتش العام صاب قالت الزبط والسبع الحياه توفيت عندها مده دام صغارت في دفين. هذا حكي هذا حكي بدك تحكيني نيو سكول احكيني بهيك ليركس. اوكي زيادة الاوتوتيون والحركات هذه تاعت ما بعرف شو بيسموها هيك الايديتنج ما كتير بحبزها انا بالتراك، مع انه انا عم بعمل هيك شيء، بس انه لانه شيء ممكن هذا الجيل نيو جينيريشن عم بتحب هذا الشيء اكثر من الاولد سكول، ف اتس اوكي يعني حلو الواحد يجدد، حلو الواحد يشتغل مع الشيء الناس بتحبه اكيد لحتى ينجح بهذا الشيء، انه لا لذيذ نايس فخم صراحة أنا حبيته يعني. ليركس أنا أكتر شيء عجبني الليركس لأنه عم بحكي شيء إنه هدف، عم بحكي شيء إله طعمي، مش إنه والله عم بيعمل لك جو ويابا وبتعرفوا أنت الحركات هدي، عرفت علي كيف؟ كفي. الريح اللي حمش البحر باش يغرق السفين احتمال حياتهم ما تسوى شيء ما موتتهم ثمين. سيستم ديكالي والاعتدالي كل لحظة 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 عدلي هذا البار هون هيدا يا كبير هيدا هيدا سماني هون يا كبير عن بعد أمرك الريح اللي حمش البحر باش يغرق السفين احتمال حياتهم ما تسوى شيء ما موتتهم ثمين. حياتهم ما بتسوى شيء بس الموت اللي عندهم سميني ايش وهيدا عن جد ايش وهيدا انا عجبتني من بين التراك اللي هيدا هلا سمعت هيدا البار حياتهم ما بتسوى شيء انت على وجه الارض عايش فيك الروح عم تتنفس اما بتسوى شيء اما موتك سميني هلا بهذا المعنى هو بيقول لك بس ممكن بس انت تموت الناس بتتذكرك بس انت تموت بتصير العالم تحبك وتبكي عليك لا اخي حبني انا عايش ابديش تحبني انا وميت ما بستفيد شيء لانه بموت من هون انت بتاكل بس انا موت بتعبي كرشك وانت على الموضوع اكبر معك انا بعرفكم كاساسي راي اكبر دكالي والاعتدالي كلو صابوتي والاحتفالي حلو الباب متاع الاحتلالي حبوا صيبة ما كيسها هما والاستغلال اصحاب واحنا كمينا باش نجمنا اي حكينا كتب ترجمنا اي كميت باش النجم نتنظم نتلفت لقيت البنية يضحك يحكي مع البال حكيت مع كل شي كي جات حكيت مع الكوجين حكيت مع الصالة حكيت مع الورقة والكالا اليأس تأسس وقتي كي الروح تخزز البؤس تأسف كيفي أفكار تترصف في دماغ وتتلاس تتخصص في الأحزان تتلاس تتنفس إدمان طول حالتك تتحسن حكيت مع اللحم حكيت مع اسمك يتصعب وكيس حاط سكتنا زوز كيس حاط سكتنا زوز كان في الفن فرحت هاي ترتحت وكيضعت ليوم يربحت اليأس تأسس وقتي هذا المقطع هذا المقطع انا عم بحكيك هلا شيء انه كاداء مثلا كليركس كتير فخمين مان كموضوع عم بحكي فيه كتير فخم بس انه هذا المقطع انا هون ما بيعمل لي راس ما بحب اسمعه صراحه تخيل مثلا شيء هيك ما بعرف عم يصفر بدينك هيك بتسمع انت ما تقلي ولا انا رايي الشخصي هيك اكبر لا تقلي مين انت انا عم بعطيك رايي الشخصي مش عم بنتقده للزلمه بس انه بسمع طب قال لك ما بسمع لا بسمع برجع بقول لكم للمره المليون انه موضوع هادف بينسمع كروح تخزز كروح تخزز اي افكار تترصف في دماغ وتتمس تتخصص في الاحزان حكيت مع الماضي حكيت مع الليل في انحاء الليل انذب ما ضاقتش والظلمه ما نسيتني هزتني للهمم الهمه يهز كان المهموت حكيتهم مع الحيين حكيتهم مع الموت الحساب عند ربي ليه مش تحت التوتة ام بوكل شافوا توبة ام كوب المفتاح وكوب كوب يا حكيتهم مع الصبر مش فاضيلي صبر اليوم الباب تسكر غدوة تصحى اسمع وتسالي حكيتهم مع العجوز حكيتهم مع الصادر لقيت المصادر معصاب وما شاطر الراية انا شاطر جو انت في كميتين اسمي في التاريخ تمركة مانيش ماركة ماركتين
مانيش من نوام اللي يرهنوا ذاته واللي طوعك يرهنوا لحياته طول مكمل مش كما اللي يراجعوا في كلامه مانيش نادم وشادد اسحي في كل كلمة قلتها نمشي وحدي ونحكي مع الكئيس خلي يمشي في بيله كفو غرزة مع صوبته لبس كفو غرزة مع صوبته لبس لايك هون بيعيشك بكذا مود يعني بتلاقي لحظة كان رواق عم بيحكيك برواق انه بيرجع بيعصب بيرجع بيفت لك هذا اللي فيه كتير اوتوتيون ما بعرف شو هو بس اللي عجبني اكتر شيء هي التكنيكس اللي عم بيستخدمهم بالسكيم رايمز يعني كيف عم بيصف القوافي بتمنى يا ريت كان حط الليركس كنت قدرت فسرت لكم اكتر كفو غرزة مع صعوبة ولبس حكيتهم على بحر وقتلوا اللي موجو مجرم حكيتهم على بحر موجي غرق في البشر وما يرويش لي يشرب جي تشوف مش منه لي تجبر تدخل في الاختر وتخرج منه عيبر تدخل بين الحم وثفر لا عم بلش حفو اكتر بين الكره ولمحة بحر بزعم شكو بالشيولة شكو بالشيولة حكيتهم على البحر وقتلوا اللي موج ومجرم موجي غرق في البشر وما يروش لي يشرب جي تشوف مش منه لي تجبر مش منه تدخل في الاختر وتخرج منه عيبر تدخل بين الحم وثفر بين الكرة ولمحة بحر بزعم شكون بالشغلة بين الكرة ولمحة بقاي ما حرم اسمع اسمع لحظة يا كبير لحظة مين عامل البيت؟ جو بومباستيك فانتاستيك اكسترا اورديناري انا صراحة كنت بدي وقف اقولكن يا خي ليش الكورس كتير طويلة هيك بس اسمع اسمع سمع هو بتفكروا جيتار يمكن او مش جيتار هو صوته عم بيلحن وزادوا لي اياها بطريقه ممكن ما بعرف كيف في ممكن جيتار ممكن لا ممكن هو صوته مع اوتو تيون عم بيلحنها وطلعت مثل الجيتار والله مش عارف كيف عملوها هيدي بس كتير حلوه مش جيتار لاول لحظه بتفكرها انه جيتار بس هو لا عم هذا صوته هو بس بالاوتو تيون وبالشي اللي عملوه بهيدا الشي ما بعرف شو هي شو التكنيكس اللي استخدموها لحتى عملوا هذا الصوت بتفكرها جيتار بس فخمي والله فخمي I like it اوكي انا قلت لكم شو ما عجبني بالتراك اجمالا اي شيء نيو سكول اول شيء بقول لكم اياه هو الاوتوتيون ما بحبه هذا قبل كل شيء بس انه في ناس بتعرف تستخدمه في ناس كتير بتكتروا بصوتها لحتى صوتها انه اذا بيغني لك لايف بتقول ايه هذا هو الرابر لانه في كتير بيستخدموا كميه الاوتوتيون بشكل هائل فبتغير من صوتهم بشكل مش طبيعي انا هذا الشيء بكرهه لازم صوتك يكون له بصمه عرفت علي كيف انه خلص الناس تسمعك انه هيدا فلان لانه بتطلع على الستيج مثلا ما بتقدر تغني بلا اوتوتيون تنعتبر مش ستيج انه في انت قاعد بين 5-6 قاعد عم تغني لهم انت رابر بس بتستخدم كتير اوتوتيون فبيطلعوا فيك هيك انه ليش صوتك هيك انت صوتك بالتراكات مش مزبوط مش كيف مش نفس الشيء عرفت علي كيف انا عجبني البيت بشكل رهيب البيت عطيك المود اللي المفروض يكون متلائم مع الليركس وفلو حلو كتير بس حسيت الكورس كتير طويل يعني حسيت للترباع الغنية هي كورس اكتر ما انه فيها الليريك هو اجمالا فخم اذا بدك تحكي مثلا بشكل عام لا بومباستيك فانتاستيك اكسترا اوردينار يا كبير وهيك بكون رجعنا بالرياكشن يا كبير وهذا كان الفيديو لليوم حبكم برشا يا كبير لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك كومنت شير واذا عجبكم هذا الشيء عن جديد ولا منرجع الكرسي الحمراء شو رايكم ليتس جو يا بيبي جيت مع البحر والبحر ما حكي معي حلو باب المطر حلو باب المطر حلو باب المطر